انت متاكد من اللي عم تقوله؟ ايه والله يا معلم، امين المستودع كان خايف كثير وعم يرجف رجف، حاولت اقوي له قلبه وشجعه بس عبس، الرعب شال له شل. اكثر شيء بيخوف بهيك حالات الجبان، وانا ما بحب اتعامل مع الجبناء. شوف تمر معلم، نحن جاهزين. اسمع منيح وساوي اللي بدي لك عليه. نحن ما عندنا غير اقوال عمار، ما بنعرف اذا مزبوطه ولا لا. عمار قال انه هو كان موجود بالحديقة ومعه سكين، والمغدورين قتلوا بطلق ناري. طيب وابوه؟ ابوه وين كان؟ هلا بالنسبة لابوه عندنا فرضيتين، يا اما عمار عمل هذا الشيء كلياته وابوه ما بيعرف. والفرضية الثانية؟ الفرضية الثانية انه عمار خبر ابوه واجوا اثنيناتهم لهون، بس في عندنا مشكلة الباب. الباب. طيب اذا فرضنا انه ابو قريش سرق المفتاح من بنته وعمل نسخه عنه، وعمار خبر ابوه عن المكالمه اللي سمعها بين قريش واخته، اجوا الاثنين لهون، عمار بقي بالحديقه وابوه دخل على البيت وارتكب جريمته. هلا هاي الفرضيه كثير ممكن تكون مزبوطه، بس المشكله كمان عمار قال انه سمع الطلق الناري اجى من برا، مع انه كل الدلائل بتشير انه الطلق اجى من داخل. كلامك صحيح بس كلام عمار غلط. مزبوط الطلق الناري اجا من جوا لبرا، لانه الدم طرش على البردايه والمقذوف كان برا بالحديقه، انت شفته. يعني هيك بنكون حسمنا انه كل شيء صار صار بغرفه النوم. يعني فرضيه الانتحار هي اقوى فرضيه. اريح، هي اريح فرضيه. ظن بدنا نصدق انه انتحار ولا حتى نخلص من المشكله. بتعرف طارق، يعني نحن في عنا شغلة سين عنا وأنا برأيي كتير مهمة. شو هي؟ قريش وخليل بيشتغلوا بنفس الشركة، يعني ممكن كل شيء صار هون يكون بلش من الشركة من هونيك. طيب خلينا نروح على الشركة. يا بس سوريا قاعدة برا، يعني أنا الشيء اللي مستغربه إنه جسس راحوا، شو اللي مقعدة برا ما بعرف، أنا برأيي نحقق معها. يا أخي هي المرة خبيثة كتير، قاعدة هون عم تراقب مجريات التحقيق. أنا متأكد إنه هي مدكنة على معلومات، ونحن صعب نضغط عليها بالمعلومات اللي عندنا. خلينا نشوفها.